السلام عليكم. مقترح للوفد الحكومي تمت مناقشته مع المبعوث الأممي ولد الشيخ حول تشكيل لجنة عسكرية يعينها الرئيس هادي تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة. وبحسب متابعين لسير المشاورات في الكويت يؤكدون أن ثمة تطابق في الرؤى بين رؤية الوفد الحكومي وبين ما تطرحه الأمم المتحدة، وبالذات فيما يتعلق بتسليم الأسلحة في الإطار العام والمناطق التي ستخضع للانسحابات كمرحلة أولى. وفي السياق المتصل بمشاورات الكويت جاءت تصريحات الجبير التي تؤكد دعم بلاده للحلول السياسية في الكويت رغم الخروقات التي أشار إلى أنها لن تثني المملكة عن المضي قدما نحو الحلول السلمية. بيان البرلمان العربي هو الآخر أكد تأييده للشرعية الدستورية وكذا استئناف الحوار والعملية السياسية استنادا إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ومن ضمنها القرار رقم 2216. وعلى خلفية مساعي السلام في مشاورات الكويت تمت أخبار متداولة تتحدث عن خطة دولية جديدة لإحلال السلام في اليمن مشابهة للمبادرة الخليجية، لكن هذه الخطة لا تبدو واضحة الملامح حتى اللحظة. فما هي مضامين تلك الخطة الدولية وما علاقتها بتنفيذ القرار الأممي؟ وماذا عن مقترح الوفد الحكومي لولد الشيخ حول تشكيل لجنة عسكرية يعينها الرئيس هادي للانسحابات وتسليم السلاح؟ حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذا اليوم مشاهدينا، ولكن بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. على مسافة غير بعيدة من مشاورات الكويت تكشف تسريبات عن خطة دولية جديدة لإحلال السلام في اليمن. الخطة المقترحة التي قيل إنها جاءت من قبل سفراء الدول الرعية للتسوية السياسية بمشاركة المبعوث الأممي تنص على عودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر. تعمل خلال هذه الفترة اللجنة العسكرية المشكلة من الجانبين الحكومي والإنقلابي وبمشاركة قوات من دول التحالف والأمم المتحدة للإشراف على انسحاب الميليشيا من العاصمة صنعاء. خطة مزمنة إذن لا تفرق كثيرا عن سابقتها المبادرة الخليجية من حيث إلزاميتها للطرفين كما قيل عنها. ترمي الدول الراعية للتسوية اليمنية بثقلها في تفعيل هذه الخطة على أمل موافقة الأمم المتحدة على تنفيذها لتلافي شبح انهيار البلد اقتصاديا. المصادر ذاتها بحسب الموقع بوست أكدت أن الدول الكبرى وبالتعاون مع قيادة التحالف العربي ستتولى مهمة الرقابة على اتفاق وقف إطلاق النار في مختلف الجبهات وتثبيت الاتفاق في جميع المحافظات وفي المقدمة مدينة تعز. تسوية تعتمد على محاولة القفز للأعلى دون الانتباه للأرضية وتجاوز خيبات محادثات الكويت المتكررة. مشاورات الكويت التي يبدو أنها غير مشجعة وبعيثة للآمال لم تنجح في اختراق جدار الفشل رغم محاولات المبعوث الأممي نفخ روح التفاؤل فيها. ففي الجلسة الأخيرة تمت مناقشة آليات سحب الأسلحة والانسحاب من المدن المحددة في الإطار العام واقتراح المناطق التي ستخضع للانسحاب وتسليم الأسلحة كمرحلة أولى للجنة التي سيشكلها الرئيس هادي. إلا أنه فيما يجري الحديث عن التقارب بين موقفي الوفد الحكومي والأمم المتحدة حول الحلول المقترحة لإيقاف الحرب. يسر الحوثيون على استمرار وضع قضايا غير قابلة للنقاش أصلاً وتضع العديد من العوائق لمنع التوصل لاتفاقيات في نطاق المرجعيات، وهو ما يضع المشاورات في مواقع بالغة التعقيد مع استمرار خطر فشلها قائما ومرهونا بنوايا التحالف الانقلابي. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عارف أبو حاتم. مساء الخير أستاذ عارف. أهلا، مساء النور أستاذ عارف. بداية أطلعنا على أبرز المستجدات في مشاورات الكويت. والمشاورات في الكويت لا أستطيع حتى الآن أن أقسم بأنها تقدمت أو هناك نقاط إيجابية أو أن الجماعة الحوثية رضخت لحل. الذي يجري حاليا أن الجماعة الحوثية منصدمة بموقف ولد الشيخ والمجتمع الدولي لسبب أن الرؤية المقدمة من الجانب الحكومي تكاد إلى حد ما تتطابق مع الرؤية المقدمة من ولد الشيخ. لماذا جاء هذا التطابق؟ لأن كلاهما الجانب الحكومي وولد الشيخ ينطلقان من القرار 2216. هذا هو المشكلة لدى الجماعة الحوثية. أو الجانب الحكومي يرى أنه لا يستطيع القفز على القرار 2216، وولد الشيخ كذلك يرى أنه من الصعب القفز على هذا القرار. فيما الجماعة الحوثية وحدها التي تغرد خارج السرب وترى أنها تريد تشكيل حكومة تسبق مسألة استعادة الدولة. في نقاط مهمة ضروري أن نوضحها وهي
أولا القرار الأممي 22/16 لم ينص على إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، إنما نص على إمكانية المساهمة في الحكومة القائمة. هذه نقطة. النقطة الثانية، لماذا نرفض وبشدة مسألة أن يكون عملية الجانب الحكومي سابقة لتسليس على الدولة؟ لأسباب، لا الجماعة الحوثية ستخرج من المؤسسات الدولة ولا ستسلم المعسكرات الدولة ولا ستسلم السلاح، إنما تسعى لتجنيد 100,000 ميليشياتها داخل المعسكرات. وما فاصل الدولة الذي يسيطرون عليها اليوم منذ 21 سبتمبر حتى اليوم وبقرارات من لجنتهم الثورية لن يخرجوا منها، لأنهم أصبحوا جزء من العملية السياسية. بما معنى المطلوب هو شرعنة الانقلاب فقط. المجتمع الدولي وتحديدا سفيرة الاتحاد الأوروبي والسفير الأمريكي الغطاء بهذا الاتجاه، لكن سيكون هذا مسألة انقلاب على القرار الأممي، مسألة سابقة من نوعها لن يجرؤ عليها أحد. وبن كيمون في تقديري أنه أعطى للرئيس هذه التضمينات في الدوحة لأنه لن يكون هناك قرار أممي جديد، وإنما سيتم المضي بالقرار الموجود الحالي، وهو قرار قوي وواضح وبنصوص واضحة جدا وبتراتبية واضحة، انسحاب من المحافظات، تدابير أمنية، الانسحاب من الوسائل، خروج المؤسسة الحكومية، إطلاق الأسرى والمعتقلين، تسليم كامل. إذا أستاذ عارف يعني على ماذا نعم على ماذا يعول الحوثيون بهذا الشكل؟ يعني وهناك أكثر من جهة تدعم يعني خيار الشرعية والقرار يعني منبثقة من ثلاث من الثلاث المرجعيات، ولكن يعني هذا التعنت الذي يقدمه الحوثيين أنفسهم به على ماذا يعني يعتمدون بهذا الشكل؟ الحوثيون يعولون على نقطتين. الأولى أن هناك تواطؤ دولي معهم، وإلا لماذا منذ سنة ونصف؟ هل هناك جماعة في التاريخ الإنساني كله جماعة أحلت برلمان، أحلت حكومة، هدمت مدارس، مساجد، مستشفيات، قتلت شعب، حولت ملاعب كرة قدم إلى سجون، قصفت قصر رئيس الدولة بالطائرات، ومع ذلك لا يزال المجتمع الدولي يرى بأنهم شريك في المستقبل السياسي؟ فيما مثلا أنصار الشريعة في البيضاء حين ارتكبوا مخالفة خلال 3 أيام فقط أعلنتهم الأمم المتحدة ضمن قوائم الجماعات الإرهابية، ولا ترى في الجماعة الحوثية جماعة إرهابية. أولا الجماعة الحوثية تراهن على موقف المجتمع الدولي خصوصا أمريكا وسفيرة الاتحاد الأوروبي. ثم النقطة الأولى، تراهن على مسألة دفع المجتمع الدولي إجبارا إلى اعتماد خيار تشكيل الحكومة الوحدة الوطنية. لماذا؟ نعم، إذن اسمح لنا نتحول تريدنا أن نتحول إلى حرب منسية، حرب تطول حتى يمل المجتمع اليمني مننا ويقول أيها اليمنيون ليس لكم حل إلا الموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ عارف أن ينضم معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السعودي جمال خاشقجي. مساء الخير أستاذ جمال. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ جمال. يعني يجري الحديث عن خطة دولية كتسوية سياسية على غرار المبادرة الخليجية، هل يعني تتوقع أن تخرج الأمور بمثل هكذا مبادرة سياسية؟ لا أعتقد. أنا أعتقد أنه المبعوث الأممي يحاول جاهدا في الكويت الخروج بصيغة ما. الحوثي يراهن على أن يرهق المجتمع الدولي ويرهق السعودية والتحالف حتى في النهاية يقبلوا به لاعبا أساسيا في صنعاء، وأنا أعتقد أن هذه مراهنة خاطئة للحوثيين. أنا أعتقد أن المملكة والجيش السعودي يشعر بأنه هو الذي يستطيع أن يصبر أكثر. من الواضح أن السعودية لا تريد أن تكلف اليمن حربا دامية في بين اليمنيين وفي صنعاء، فهي تراهن على أن ترهق الحوثي، فهي لعبة صبر يعني ما بين الطرفين. وأعتقد أن الحوثي بيخطئ مرة أخرى في حساباته أن يعتقد أنه يستطيع أن يصل إلى أن يقر بالأمر الواقع. الأمر الواقع هو أن لا يكون هو اللاعب الأساسي في اليمن، يكون طرفا من الأطراف، يجب أن يعلم هذا.
نعم، ولكن مسألة الإرهاق أستاذ جمال، يعني في الأخير لا يرهق إلا اليمنيون، أما الحوثي فهو معتاد، على هذه المراوغة، وربما هي تأتي في صالحه، يعني حتى يمل كما تحدث الأستاذ عارف المجتمع الدولي مما يحدث، فتفرض تسوية سياسية على الجميع. هل يمكن حدوث ذلك؟ لا أعتقد، أنا أعتقد في النهاية اليمنيين نفسهم سوف يملوا من هذا الوضع. ولنتذكر أن الحوثي حركة انقلاب وحركة أقلية، وليس هو الممثل للشعب اليمني، بالتالي عليه أن يحل مشاكله حتى في داخل صنعاء. هو يحكم بالحديد والنار، تسمع كل يوم والتاني أنه اعتقل فلان واعتقل هذا وذاك، فهو يحكم كسلطة انقلابية، فالأمور ليست مريحة بالنسبة له. هذا احتمال. في احتمال آخر، وهو إذا أيقنت السعودية والتحالف أن مفاوضات الكويت دخلت إلى طريق مسدود، فربما يستأنف العمل العسكري على نطاق واسع، وهذا الذي سمعته من بعض اليمنيين المقربين من النائب الرئيس علي محسن أنه تلقى تأكيدات بذلك. نعم. فنحن بالانتظار، ولكن حاليا المملكة تريد أن تستهلك كل الإمكانيات الممكنة من أجل التوصل إلى اتفاق سلمي يعني يغني الجميع على القتال وتكلفته. نعم، هناك دفع في هذه المسألة أستاذ جمال، يعني تصريحات الجبير اليوم تؤكد أن الحل السلمي هو ما يسعى إليه المجتمع الدولي والمملكة والتحالف أيضا في مسألة أنه لابد لهذه الحرب أن تنتهي. برأيك أستاذ جمال، يعني ما دلالة مثل هذا التصريح في هذا التوقيت؟ يعني هناك البرلمان العربي اللي يعني يؤيد الشرعية أيضا، هناك تصريحات الجبير، هناك أيضا المجتمع الدولي الذي في كل مرة يثبت أنه لابد من وجود حل سياسي. هذا الذي قصدته عندما قلت أن المملكة تريد أن تستهلك أو تستنفذ، هي العبارة الأصح، تستنفذ كل إمكانيات التوصل إلى حل سلمي في اليمن حتى ترحم الشعب اليمني وأهل واهل صنعاء والمدن اليمنية من حرب طاحنة في داخل المدن. لكن إذا استمر الحوثي على تعنته ومراهناته بأنه يفرض الأمر الواقع، حينها الحصار سوف يستمر أو القتال سوف يستمر، وكلا الأمرين مكلف على اليمنيين. نعم. طيب أستاذ جمال، يعني بالنسبة لما يتم الآن في الكويت، هناك نقاش جاد حول تسليم الأسلحة، قدمت رؤية من قبل الحكومة اليمنية للسيد ولد الشيخ، وتمت مدارسة خطوات عملية لكيفية انسحاب الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة بتشكيل لجنة عسكرية رئيسية وأخرى فرعية في المحافظات. يعني هناك خطوات يتم الحديث عنها من قبل الحكومة ولا نجد أي شيء من الطرف الآخر، كيف تقرأ مثل هذا الأمر؟ والجميع يقول أنه لا توجد ضمانات أن ما سيتم الاتفاق عليه سوف ينفذ. نعم. يعني بمعنى أن هل الحوثي بعد أن يوقع، وقد وقع عشرة الاتفاقيات، سوف يلتزم بها وينسحب؟ هل ستكون الحكومة آمنة أو بعض الحكومة آمنين لو عادوا إلى صنعاء؟ لابد أن التحالف أيضا يواكب هذا الاتفاق بضمانة ما، حتى يحمي الشرعية عندما تعود. يجب أن نتذكر أننا نتعامل مع حركة انقلابية ودولة عميقة يمثلها علي عبد الله صالح، ترفض مخرجات الربيع ومخرجات التحور والتغيير في اليمن، ومستعدة أن يعني تفتك به مرة أخرى. وبالتالي لابد أنه في حال التوصل لاتفاق أن يتمتع هذا الاتفاق بحماية على أقل حماية التحالف، وعندما تعود الشرعية اليمنية تعود محمية للتحالف. نعم. إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال خاشقجي الكاتب والمحلل السعودي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ عارف. أستاذ عارف، يعني هناك حديث عن ربما رؤية
عفوا يعني خطة دولية كتسوية سياسية قد تكون شبيهة بالمبادرة الخليجية، وهناك تخوفات من القفز على القرار 2216 رغم كثير من التطمينات بأنه لن يتم أي حل سياسي إلا من خلال هذا القرار، ونعرف مدى رفض الحوثيين وربما يعني كثير من التصريحات تدل أنهم غير مكترثين بالقرار 2216، ما رأيك؟ أولا القرار أممية 2216 لم يأتي لترضية الحوثيين، وبنفس الوقت لا أدري لماذا يأخذهم العناد السياسي لم يكن الغباء من اتخاذ موقف عدائي تجاه القرار الأممي 2216. القرار لم يصنفهم بأنهم ميليشيات مجرمة أو يجرمهم أو يحرمهم أو يمنعهم من حقهم في العمل أو يدعو بالقبض عليهم وإيداعهم السجون والمقاصل وهي المكان الطبيعي لهم. القرار الأممي قال بأنهم شركاء أساسيين في المستقبل السياسي اليمن، ومع ذلك زالوا يرفضون هذا القرار واتخاذ موقف عدائي منهم. القرار الأممي طالبهم فقط بالانسحاب من المحافظات وتسليم الأسلحة للدولة، لكن عنادهم هو في الدرجة الرئيسية، وأعتقد أنها أهم نقطة لدى الجماعة الحوثية، وهي مسألة السلاح. الجماعة الحوثية تعتقد بأن لا مستقبل لها ولا شرعية لها خارج حدود السلاح، تعتقد أن الحاضنة الحقيقية هي في بقاء السلاح، لا وجود حاضن على الأرض ولا وجود شعبية لها ولا مكان لها، ولا حتى تدثر بالمذهب الزيدي أو بدغدغة عواطف الأسرة الهاشمية في اليمن، كلها مسائل لا قيمة لها لدى الجماعة الحوثية. ثم النقطة المهمة جدا والتي أفصح عنها محمد عبد السلام بطرق أخرى، وهي قال لهم هنا في الكويت، تسليم السلاح يعني تسليم رقابنا لكم، لأنهم يدركون بأنهم قد ابتلعوا كمية كبيرة جدا من الجرائم، يعرفون بأنهم كل واحد من الجماعة الحوثية مطلوب للثأر لدى المجتمع اليمني. عبد الملك الحوثي أدخل الدمار إلى كل بيت وأدخل الحزن إلى كل قلب. طيب إذن يعني نحن نتحدث، إذن أستاذ عارف يعني بهذا الشكل نحن نتحدث عن أوهام يعني في مسألة تسليم السلاح، فلن يسلم يعني بهذا المنطق لن يسلم عاقل سلاحه إلى يد أحد. طيب يعني عند هذه النقطة أستاذ عارف يعني اسمح لي، تقدمت الحكومة اليمنية رؤية للمبعوث الأمم المتحدة حول يعني لجنة عسكرية رئيسية للانسحاب من المدن، وهناك لجان فرعية من يعني للمحافظات، حتى لدرجة أنه حدد كم عدد شخص الأشخاص الذين يعني ينضمون تحت كل لجنة. الحكومة تخطو خطوات يعني ملحوظة نحو تنفيذ الرؤية التي قدمتها أو تنفيذ القرار 2216، والحوثي لا يقدم أي شيء، وربما على العكس يعني في لحظة قد يعود بالحكومة إلى نقطة الصفر. ما هذا التباين؟ دعيني أكشف عن نقطة مهمة، وهي أن الموقف الذي اتخذه مع عبد السلام وقال لن نسلم السلاح لأنه يعني تسليم رقابنا لكم، وأن هذه الرؤية تماهت مع موقف قاله السفير الأمريكي، وهي أن عملية تسليم السلاح قد تستغرق 5 سنوات وأكثر. لماذا 5 سنوات وأكثر؟ وهو يعرف، خذي أي مثل، هو يعرف مثلا أن الفرقة الأولى مدرعة لا يزال قائدها موجود، وركان حربها موجود، وقادة الكتائب موجود، وقادة السرايا والألوية موجودين، والمخازن موجودة، ومبنى مقر المعسكر موجود. لماذا لا يعود هذا السلاح إلى مكانه الطبيعي؟ هو لم يأخذ من قارعة الطريق ولا وجدوه في الصحراء ولا في البحر، بل أخذوه من داخل المعسكرات. لماذا 5 سنوات وأكثر؟ عملية تسليم السلاح مسألة سهلة جدا، لكنه يريد أن يتماهى مع الموقف الحوثي بأن عملية معقدة وصعبة ولا يمكن تسليمها، وأين هي الدولة التي سيتم تسليم السلاح إليها، تماهيا مع موقف الجماعة الحوثية. بقيت مسألة الأسرى والمعتقلين، وهذه دخلنا في معضلة أخرى هنا في الكويت. كانوا توصلوا إلى حال أنه سيتم الإطلاق 50% من ضمنهم 5 المشمولين بقرار الأممي، وال50% الآخرين سألت عنهم والدشيه يوم الخميس الماضي، ماذا عنهم؟ لماذا لم يتم وضع جدول زمني لهم؟ قال بأن هناك وضعت خارطة زمنية، إما أن يطلقوا جميعا أثناء مشاورة الكويت أو بعدها أو في رمضان أو قبل رمضان، لكن المهم أنهم سيطلق 100%. الجماعة الحوثية أول مرة اختلقت مشاكل بأنها لا تعرف ما قد أسراها ومعتقليها، الآن اختلقت لنا مشكلة جديدة بوجود أحمد علي عبد الله صالح ضمن الأسرى والمعتقلين، وهو يعرف معروف أنه يقيم في الكويت، ووالده قال بأنه ضيفا لدى الأشقاء في الإمارات. نعم. عندما تم خلق أحمد علي عبد الله صالح، نعم، وإضافته، هو علي عبد الله صالح هنا أراد أن يلعب على الجماعة الحوثية نفسها،
أراد أن أولا تبرئة ساحة ولده من كل جريمة ارتكبت في اليمن باعتباره موضوع تحرير الإقامة الجبرية كما يصور القرار هذا. النقطة الثانية التي أراد عبد الله صالح أن يخرج ابنه مثل غاندي فاتحا وسياسيا كبيرا لم يتمكن من فعل شيء لأنه تحت الإقامة الجبرية. هو اللعبها بذكاء فيما الجماعة الحوثية تورطت بأنها هي من ارتكبت كل جريمة في اليمن. حتى علي عبد الله صالح في أكثر من مرة يقول الجيش تصرف الجماعة الحوثية. نعم. طيب أستاذ عارف يعني لم تجبني عند هذه النقطة، يعني الحكومة تحاول أو قدمت رؤية وبدأت بتنفيذ أو رسم حتى ملامح تلك الرؤية وآلية تنفيذها، بينما الحوثيين حتى الآن لم يقدموا أي شيء، لم يعلقوا حتى على ما قدم. يعني ما الذي يدور في الكواليس؟ يعني لماذا حتى الآن لم نستمع إلى أي رأي من قبل جماعة الإنقلابيين حول ما تم مناقشته مع ولد الشيخ من قبل الحكومة؟ الحكومة عدت رؤية واضحة، حددت الملامح، تحدثت فيها عن تراتبية القرار الأممي، تحدثت عن كيفية إطلاق الأسرى والمعتقلين من خلال الكشوفات التي أعدتهم، وهي كشوفات موجودة، كل أسير موجود في الاسم والصورة واليوم والساعة والسنة والشهر. نعم. ومكان الاعتقال بوضوح. تكلمت عن المسألة الانسحاب من المحافظات ووضع آلية تنفيذية لها بواضحة جدا، ثم تكلمت عن الانسحاب من المؤسسة الحكومية وهناك آلية واضحة جدا، لأن المؤسسة الحكومية هذه لم تكن مباني فارغة، فيها أشباح بل كان فيها موظفين وفيها إدارة ومفاصل للدولة اليمنية. تكلمت عن كيفية الانسحاب الآمن للحوثيين من المحافظات في حال ألقوا السلاح الثقيل المتوسط إلى اللجان الفنية التي تتولى عملية الاستلام والتسليم الذي تم تسليمه لولد الشيخ مساء أمس وصباح اليوم. كان هناك رؤية تفصيلية كاملة، وأن اللجان سوف تكون اللجنة العليا تكون من 20 أو 21 شخص، فيما اللجان المحافظات سوف تكون بين 7 إلى 9 أشخاص عبر اللجان يسميها رئيس الجمهورية بقرار جمهوري. هناك تفاصيل كثيرة جدا. الذي أزعج الجماعة الحوثية أن الرؤية التي قدمت من ولد الشيخ تطابقت مع الرؤية المقدمة من الجانب الحكومي، لأن كلاهما استند إلى القرار الأممي 2216. ما هذه المشطقة لولد الشيخ أنت تشتغل نسخ ولصق بهذا اللفظ قالها. نعم. قالها له. إذا اسمح لنا أستاذ عارف رؤية. نعم ابقى معنا، سنعود إليك بعد الفاصل أنت وسادة المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليك. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى معنا استاذ عارف. اهلا وسهلا. نعم استاذ عارف، يعني كنت تتحدث عن ان الحوثيين يجدون ان هناك تطابق بين رؤيه الحكومه ورؤيه الامم المتحده، ماذا عن رؤيتهم هم يعني خاصه فيما يتعلق بمساله او اللجان العسكريه والامنيه، هل قدموا اي شيء في هذا الصدد؟ الحوثيين يربطون المسار السياسي بكل شاردة واردة. اللجان الأسرى والمعتقلين طلبوا أن تشكى الحكومة أولا، تسليم السلاح طلبوا أن تشكى الحكومة أولا، انسحاب من المحافظات طلبوا أن تشكى الحكومة أولا. بما معنى أو بطريح العبارة، وفدنا جاء يبحث عن دولة تتسع للجميع، وفدهم جاء يبحث عن تقاسم للسلطة، وفدنا جاء يبحث عن دولة تكون هي الدولة الكافلة والضامنة والمحتكرة للقوة والسلاح ونكون كلنا جميعا تحتها مواطنين اسوياء. وفدهم جاء يبحث عن دولة تشرع لهم الانقلاب، عن مصالحة ومشاورات تشرع لهم الانقلاب. لماذا برأيك يركزون على مسألة تقاسم السلطة بدءا عن يعني عن كل خطوة؟ جماعة في لمحة بصر في خلال شهرين، في شهر 7 يوليو 2014 كانوا في عمران، وفي شهر 9 كانوا مسيطرين على كل العاصمة صنعاء. في خلال شهرين نهبوا الدولة بالكامل وتريدونهم اليوم أن ينطقوا عنها بسهولة. لم ينهوا الدولة فقط بل ذهبوا، لأننا نتحدث عنها الدولة ومعسكراتها والبنك المركزي وغيره، بل ذهبوا يغيرون في مناهج التعليم، وذهبوا إلى من ذلك يعتقدون بأن لهم حقا إلهيا، نحن الآن ننازعهم على الحق الإلهي كما يقولون. حميد شقيق عبد الملك. نعم ينضم معنا شقيق عبد الملك. نعم أعود إليك. حميد شقيق عبد الملك الحوثي في عندما تابع الزديا أصبح الوزير. نعم. لاستلام منه مقر مؤسسة الثورة في صنعاء، قال له ألست الشقيق الأكبر لعبد الملك؟ قال نعم. قال لماذا لا تكون أنت قائد الحركة؟ صاحبه قال أختاره الله، تريدني أن أكون أنا بدل عنه؟ هذا أنا سأقول. نعم. هذا هو منطقهم. إذا اسمح لنا أستاذ عارف أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الدكتور عمر عبد العزيز المحلل السياسي من دبي. مساء الخير أستاذ الدكتور عمر.
مرحبا مساء النور. اهلا بك دكتور عمر معنا. بدايه دكتور عمر يعني يتم الحديث عن مرحبا حياكم الله. اهلا بك دكتور عمر. يتم الحديث تسمعني دكتور عمر؟ انت معنا على الهواء الان، تسمعني؟ نعود إليك أستاذ عارف، يبدو أن هناك خلل في الاتصال. أستاذ عارف، نعم، كنت تتحدث عن أن هذه الجماعة هي شعرت بأنها بدأت تتحرر وبأنها بدأت تحكم يعني، أو شعرت بنشوة السلطة، فصعب أن تعود إلى ما قبل ذلك. هل هذا هو الذي يعني يشرع لها أن تظل تتحدث عن تقاسم السلطة بدءا عن أي خطوة؟ افرضي مجازا وخيالا أنهم حصلوا على شرعنا للسلطة هنا في الكويت، هل الشعب اليمني سيسكت لهم؟ الشعب اليمني خلال سنة ونصف يدفع قرابة 30 ألف ثمن صفيحة البنزين 20 لتر، الشعب اليمني يدفع قرابة 70 دولار ثمن كيس القمح، يدفع 70 دولار ثمن كيس الدقيق، الشعب اليمني يهرب اسطوانة الغاز ليلا وسرا وما يعادل 30 دولار، ما هل سيسكت لهم الشعب اليمني على هذه الجرائم؟ أول مرة، ما هو المشروع الذي امتلكه عبد الملك الحوثي او جماعه الحوثيه بشكل عام؟ هل لديهم كم رؤيه اقتصاديه، رؤيه سياسيه؟ جاء الان ولد الشيخ بحركه غير لائقه يشكل هيئه لانقاذ الاقتصاد الوطني ويطرحها على المشاورين جميعا لاجل يشارك الجماعه الحوثيه فيها، لماذا يشاركهم؟ حتى يبيض وجههم من تهم الفساد. الناس لو كانوا يملكوا رؤيه اقتصاديه لما وصلنا لما وصلنا اليه. الان الدولار سعره 325 ريال في اليمن. سابقة من نوعها في تاريخ الاقتصاد اليمني، وجاء الآن يبيض وجههم عن طريق إشراكهم في عملية الاقتصاد، لا يمكن للداء أن يكون هو الدواء. هذه الجماعة حتى وإن حصلت على شرعية أو شرعنت انقلابها لن يسكت لهم الشعب اليمني. نعم. الشعب قاومهم ألف سنة ولم يصبر عليهم لأي مرحلة قادمة. الشعب سيثور في الداخل وهو ثائر في الداخل، والآن المطلوب منه هو الهدنة فقط لكي نترك للسلام. نعم أستاذ عارف، يعني لقد عاد إلينا الدكتور عمر عبد العزيز المحلل السياسي عبر الهاتف من دبي. مساء الخير دكتور عمر. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور عمر. بداية دكتور، يتم الحديث عن رؤية أممية متعلقة بتسليم الأسلحة والانسحابات أيضا، ما مدى برأيك التزام وفد تحالف الانقلاب بالرؤية هذه الأممية، خصوصا أنها يعني ربما تم الآن النقاش بينها وبين الحكومة على كثير من الآليات والتفصيل حولها، وهي آتية من صلب القرار 22/16؟ هنالك بعض التسريبات، أنا قرأت بعض المرئيات المتعلقة بمسودة الاتفاق. نعم. وأعتقد أن مسودة الاتفاق بحسب المرئيات التي قرأتها تعيد الأمور إلى نصابها في أفق يتسع للمتغيرات التي حصلت مدى السنتين الماضيتين، وهي متغيرات مهمة لجهة تراجع الانقلاب أو تراجع الانقلابيين جبرا لا خيارا من جهة، وأيضا لجهة إعادة ترتيب الأوضاع على قاعدة الارتكاز على مؤتمر الحوار الوطني، باعتبار أن مؤتمر الحوار الوطني يمكن أن يكون البديل الطبيعي والمنطقي للبرلمان الذي لا دور له ولا دور منذ سنوات، وأيضا يكون ترجمان للتوافقية اليمنية التي جاءت بناء على المبادرة الخليجية، وأيضا يستطرد على قرار مجلس الأمن ومحتواه. بمعنى آخر، أن هذه التدابير التي رأيتها وقرأتها في مسودة الاتفاق المسرب أو المعمم في بعض الأوصاف هو أمر ليس سيئا، ولكنه يتطلب إرادة سياسية كبيرة ويتطلب قدرة على التنفيذ على الأرض، أن هنالك حقيقة واحدة تتعلق بالمؤسسة العسكرية والأمنية على وجه التحديد، وهي أن هذه المؤسسة العسكرية والأمنية لابد أن تكون مؤسسة دولة، وطبعا لذلك لابد من نزع سلاح الميليشيات أيا كانت هذه الميليشيات، ولا بد من ان يكون هناك لجان يمنيه عربيه ودوليه تشرف على هذه العمليه بطريقه دقيقه، ولا بد لمجلس الامن ان يكون ايضا حاضرا في اساس القرار المجير على البند السابع، اي التدخل عند الضروره ضد من لا يريد تنفيذ هذا الاتفاق. انا اعتقد ان هذا الاتفاق سيحاصر كل اللصوص والمجرمين والذين اساءوا الى الشعب اليمني من كل الاطراف وخاصه الطرف الانقلابي، وبالتالي لا اعتقد انهم سيقبلون بسهوله هذه المساله الا ان تكون هنالك عصا غليظه تفرضها عليهم، وهذه العصا الغليظه لن تاتي الا من الداخل اليمني وعلى الارض،
وايضا ان لم يكن هنالك مواكبة ميدانية حقيقية من قبل الشرعية لهذه المسألة من خلال التموضع الأساس في الداخل بدلا من البقاء في الخارج، فإن هذه المسألة ستعطي فرصة للانقلاب بأن يستمر في التصفيف لكن دكتور عمر، يعني هذه العصا الغليظة التي تتحدث عنها يعني خلال سنة ونصف تقريبا لم تهش على شيء للأسف حتى الآن، وربما أنها يعني تعتمد على الخارج أكثر، على ضغوطات الخارج. هل يمكن للمجتمع الدولي أن يفرض مثل هذا الأمر، خاصة وأن الجميع يطمئن يعني الشرعية بأن أي تسوية سياسية لن تكون إلا من ضمن القرار 22/16؟ ما أقصده بالعصا الغليظة ليس العمل العسكري فحسب، العمل العسكري مهم والعمل الميداني مهم، ولكن أقصد أن يكون هنالك موضع كامل لكل الفعاليات ولكل روافد الفعل الإيجابي لصالح اليمن المستقبلي. بمعنى آخر، أولا بالدرجة الأولى القيادة السياسية الممثلة في المؤسسة الرئاسية والمؤسسة الحكومية عليهم أن يذهبوا إلى الداخل اليمني أينما كانوا كيفما كانوا أينما تيسر. الجانب الثاني على المؤسسات أن تفعل على الأرض الإعلامية والثقافية والفكرية وكل أشكال العمل الميداني على الأرض، بالإضافة إلى المعطى الميداني العسكري. بمعنى آخر، أنني أقصد بالعصا الغليظة إرادة الشعب اليمني بالإجماع وقدرة الشعب اليمني على أن يقدم البديل اللائق لهذه الحالة الرمادية العسيرة والصعبة والتي بدأت تنعكس سلبا على المواطنين في كل مكان. نحن اليوم نرى في عدن أن درجة الحرارة تفوق 40 درجة والرطوبة تصل إلى 95 درجة، والمواطنون يئنون والمرضى يزدادون مرضا والعجزة يموتون. يعني مدينة انعدمت فيها الكهرباء والديزل وكامل وسائل الحياة الطبيعية بما في ذلك الغاز والمياه، هذا أمر لا يعقل بأي حال من الأحوال. صحيح. وهذه مسؤولية أخلاقية وأدبية جسيمة تقع على عاتق الشرعية، كما تقع أيضا على عاتق الحلفاء العرب الذين عليهم أن يكونوا حاضرين في هذا البعد تماما كما هم حاضرون في البعد الآخر وبإيجابية. نعم. طيب دكتور، يعني أخيرا، هناك يجري أحاديث أيضا مسربة حول خطة دولية كتسوية سياسية على غرار المبادرة الخليجية، يعني هل يعني تعتقد أن مثل هذا الأمر قد يتم؟ لا أدري، ولكني أتمنى أن يتم ذلك. ما قرأته كما أسلفت مسودة سوري، وهذه المسودة سيوقع عليها الكويت فيما إذا تيسرت الأسباب الحقيقية وكان هناك حسن نية وقبل بها بالدرجة الأولى الحوثيون، لأن الحوثيون يشعرون بأنهم سيحاصرون في زاوية ضيقة. إذا مشت هذه المسودة فإن الأمر سيكون سجال على خط استمرار العملية السياسية من حيث انتهت. ألن يكون ذلك قفزاً على القرار 22/16؟ على الإطلاق، بالعكس، القرار 22/16 مضمونه وأبعاده موجودة في هذه المسودة في أفق ما، ولكن هنالك متغير أساسي لا بد من أن نأخذه بعين الاعتبار، وهذا المتغير الأساسي يتعلق بالشرعية أيضا، هذا أمر وارد. بمعنى آخر، أن هنالك بعد رئاسي مؤقت وأن هنالك برلمان جديد، والمجلس المؤتمر الحوار الوطني سيحل محل البرلمان الذي سيحل، هنالك انتخابين، انتخاب رئاسي وانتخاب برلماني، أيهما الأول سينبني على هذين الانتخابين أبعاد أخرى استمرارية في إطار المؤسسة للدولة. هذا هو المحتوى المختصر جدا لمسودة الاتفاق الذي أعتقد أنه لن يوافق عليه الحوثيون، وبعض المؤتمرين الصالحين سيحاولون المناورة والمداورة كما هي عادتهم من قبل. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتور عمر عبد العزيز المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من دبي. عودة إليك دكتور، عفوا أستاذ عارف. أستاذ عارف، يعني طرح الدكتور عمر كثير من النقاط خاصة فيما يتعلق حول مسألة الخطة الدولية التي تعد تسوية سياسية ربما تأتي على غرار المبادرة الخليجية، يعني يقول أنه اطلع على مسودة هذه الخطة، هناك يعني سيكون بديل الحوار الوطني أو أعضاء الحوار الوطني سيكون بديلين عن البرلمان الذي انتهت صلاحيته، سيكون هناك أيضا انتخابات برلمانية ورئاسية لا يدري أيهما سيسبق الآخر، هناك التزامات على الحكومة يجب أن تكون في الداخل. هل تتوقع أن تكون مثل هذه التسوية يعني منقذة للشعب اليمني في ما إن تحققت؟ هذه أوهام لا وجود لها إلا في رأس أسامة أنساري،
ليست حقيقية ولن تكون حقيقية. تتحدث عن تغيير اللواء علي محسن من منصب نائب رئيس الجمهورية وتعيين شخص آخر وتسليم رئيس الجمهورية لمنصبه خلال 45 يوم. عفوا، لا، أنت تتحدث الآن عن التسريبات التي يعني ربما خرجت من من الطرف الآخر، ولكن دكتور عمر يتحدث عن خطة دولية أخرى ليست يعني هي التي تتحدث عن يعني أنا هناك مسودة يتم تداولها. الاتفاق السياسي يقول أنها لم تخرج أو لم تكن بعيدة عن القرار 22/16، غير هذه التي يتحدث عنها الطرف الآخر، تغيير علي محسن وأيضا تجميد صلاحيات الرئيس هادي، ليست هذه المعنية. الدكتور عمر رجل حصيف ورجل سياسي، أنا أتحدث فقط عن التسريبات التي تبدها قناة الميادين وعن نعم هذه مختلفة نعم وغيرهم. هذه كل التسريبات غير دقيقة، لأن وزير الخارجية قبل قليل كان يتحدث بأن لا يوجد أي مباحثات خارج إطار واحد هو عملية تسليم السلاح ومهام اللجان العسكرية والأمنية. هذه آخر ما توصلت إليه المشاورات، ولا وجود لأي تسريبات أخرى أو لأي مبادرات تقدمت بها دولة 18 أو غيرها. لكن هناك تصريحات وزير نعم الدكتور عمر يقول أنه اطلع على مثل هذه المسودة. أستاذ عارف يعني يقول أنه سيتم حل البرلمان الموجود وإحلال أعضاء مؤتمر الحوار نيابة عن هذا البرلمان، تغيير البرلمان الموجود وإضافة إليهم وعزل رئيس الجمهورية خلال 45 يوم ونائب الرئيس واستبداله بنائب رئيس تحل إليه جميع الصلاحيات، كلها وردت في سياق واحد، مسودة واحدة طلعت عليها، لكن لا صحة لها. تواصلنا مع أعضاء الوفد الحكومي بأن لا مع رئيس الوفد وزير الخارجية لا صحة لكل هذه المبادرات. هناك نقطة واحدة تم بحثها اليوم هي آلية عمل اللجان العسكرية والأمنية، والذي سوف تشكل بقرار من الرئيس هادي، وهذا ما البحث عنه اليوم. لكن مسألة كل هذه التسريبات التي انطلقت لا وجود لها. كنت أشير إلى أن وزير الخارجية السعودي كان له تصريحات بأن دول سفراء الدول 18 يبحثون عن مخرج سياسي للحالة اليمنية ويدعمون كل حل سياسي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية التي تقف على الحياد وتبحث عن حل سياسي للمجتمع اليمني، وهي قادرة على حماية أراضيها ومواطنيها كما قال وزير الخارجية. لكن ما عدا ذلك من تسريبات غير دقيقة وغير صحيحة. نعم، إذن ماذا عن موقف الحوثيين من هذه الخطة التي قدمت يعني من قبل الحكومة والبحث أيضا مع الأمم المتحدة حول الآليات، ما الذي يقولون حيال هذه النقطة؟ الحوثي كلما الناس اقتربوا خطوة من الحل السياسي أخذهم إلى 10 خطوات للوراء نحو الحل العسكري. كانوا الناس هنا يبحث عن السلام في الكويت ويعزز مخازن السلاح في اليمن، يبحث عن خروج آمن للميليشيات ويقصف تعز بالدبابات وبالكاتيوشا. الآن كان يبحث عن أن يرسل رسائل طمأنة قادة لكل جيرانه بأننا لا ليس لنا علاقة بإيران ونبحث عن ونحن جيرانكم ونبحث عن علاقة طيبة معهم. في غمضة عين يقصفهم الصواريخ الباليستية إلى مدينة نجران السعودية. هذه الجماعة تقصف الآن صواريخ إيرانية وبخبراء إيرانيين ويتم إطلاقها من منصات إيرانية داخل محافظة صعدة، وهم من يتولون عملية القصف وتحديد المواقع وتحديد الأهداف. هذه الجماعة لا تبحث عن سلام حقيقي، إنما تبحث عن حرب مستدامة وحرب تستنزف الجميع. نعم، تحدث ولد الشيخ ذات مرة على أن الاتفاق يشكل 5% من نسبة النجاح، بينما التنفيذ يشكل 95% من هذه النسبة. هل ينطبق هذا الأمر على النقاش الذي يدور الآن حيال الأسلحة والانسحابات برأيك أستاذ عارف؟ ننتظر ما الذي سوف يتوقع عنه الساعات القادمة. في اعتقادي أن الثلاث الأيام القادمة ستكون هي من تحدد مصير مشاورات الكويت، وحتى الآن لا يوجد أي، حتى لو قلنا نقطة ضوء في آخر النفق لا يوجد. لكن ننتظر من الجماعة الحوثية ما الذي ستقول إليه موقفها السياسي، وننتظر الثلاث الأيام القادمة سوف تحدد كل ذلك. وفي اعتقادي أن في نهاية شهر شعبان سوف هناك إما نهاية لهذه المشاورات أو سوف يتم الاتفاق على إطلاق الأسرى والمعتقلين وتحدد مهام اللجان العسكرية والأمنية على أن تستكمل بعد ذلك عقب إجازة عيد الفطر. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عارف أبو حاتم، كنت معنا عبر الهاتف، الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. ننتقل الآن إلى الأستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والأبحاث. مساء الخير أستاذ عبد السلام.
مساء النور، اهلا وسهلا بكم ومضيوفكم الكرام وكل المشاهدين. اهلا بك استاذ عبد السلام. استاذ عبد السلام، كيف تقيم يعني الخطه التي قدمت من قبل وفد الحكومه وتم مناقشتها مع الامم المتحده حيال اللجنه العسكريه والامنيه بالذات؟ طبعا بالنسبه للمشاورات الكويت يبدو انها تدور في حلقه مفرغه واضح جدا. نعم. والحديث عن لجنه عسكريه هو من باب فقط محاولة إرسال رسائل أمل وتفاؤل فقط أن لا زالت المشاورات مفتوحة، وباعتقادي أن المسألة أكبر من ذلك، وهو أن الحوثيين أو الإنقلابيين غير عازمين على تطبيق القرار الدولي 2216، ولا ربما حتى وفق الخارطة التي اقترحتها الأمم المتحدة سابقا من خلال هذه المرجعيات الثالثة، القرار الدولي ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. إذن يعني كيف تصنف ما تقوم به الحكومة في ظل يعني تعنت الحوثيين وإدراكهم لهذا التعنت؟ يعني هناك خطوات عملية تقوم بها حتى على مستوى تشكيل اللجان وتقسيم يعني تقسيمها إلى لجان رئيسية وفرعية وإضافة يعني تحديد عدد الأشخاص؟ هي محاولات فقط لبقاء الخيط التفاهمات ومفتوح، ولكن يعني المسألة إذا تحدثنا مثلا على هذه الخطوات هل هي قابلة للتطبيق العملي، معناها أنها يفترض أن تكون في إطار خيار الاستسلام والتراجع عن الانقلاب. كل ما تقوم به الحكومة هي مبادرات ونوايا طيبة، وللأسف هذه النوايا الطيبة لا يتوازى معها على الأرض كثير من الضغط لإجبار الحوثيين على الاستسلام والميليشيات. أنا بعتقادي أن الحكومة محتاجة استراتيجية جديدة في الماضي لخيار السلام من خلال محادثات وفرضه من خلال أمر واقع عسكري على الأرض. نعم. إذن أستاذ عبد السلام، ما بدأ اتفاقك مع يعني الحديث الذي يطرح بأن هناك تسريبات حول خطة دولية لتسوية سياسية مشابهة للمبادرة الخليجية؟ ربما الدكتور عمر كان معنا وهو يؤيد مثل هذه الخطة وقال بأنه اطلع على مسودتها وأنها جيدة بالمجمل، حيث أن هناك يعني إحلال لأعضاء مؤتمر الحوار بديلا عن البرلمان المعطلة صلاحياته، أيضا هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية الإدارية هما أسبق، وهناك خطوات عملية لتنفيذ قرار 2216، ويرى أن الحوثيين لن يقبلوا بمثل هذه الخطة، مع أن الأستاذ عارف يعني نفى تماما أن يكون هناك أي تسريبات لأي خطط بديلة عما هو حاصل الآن. ما رأيك أنت؟ إذا كانت الخطة وفق القرار الدولي 2216 فهذا لا مانع منها، وربما يعني إذا كان هناك موافقة من قبل جميع الأطراف وهناك عزم على تطبيق هذا القرار أي استعادة الدولة، أمر طبيعي جدا، لماذا لا؟ لأن تكون هناك خطط واستراتيجيات وسياسات جديدة، لكن المسألة لا تقوم بذلك. أنا أعتقد إنما هناك لعب على القرار الدولي ومحاولة لإسقاط قرار الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن، وهذه محاولة أمريكية روسية واضحة جدا أنها لإسقاط هذا القرار فقط، وأن لن يكون هناك أي قرار آخر سيلزم الحوثيين والمتمردين بأي شيء، وإنما سيكون هناك ربما مناصفة السلطة بحيث تحصل الميليشيات على وضع مريح جدا في الحكم، وربما يكون تترك الأمر مثل ما تركت لسوريا بحيث تكون الغلبة لمن يفرض أمر واقع على الأرض. نعم. ولكن القرار يعني لو عدنا للقرار أستاذ عبد السلام لم ينص على مناصفة في الحكومة، وإنما قال يعني بمساهمة فقط، وهذه المساهمة لا تعني يعني أن يكونوا شركاء بالنصف في الحكومة، هذا إذا ما تعنت أيضا الفريق وفد الحكومة وقال نريد تطبيق حرفي لما جاء في القرار 2216 بهذا الشكل بتعنت الحوثيين، إلى أين يمكن أن تسير المفاوضات؟ هل ستظل تدور في الحلقة المفرغة التي تحدثت عنها بداية حديثك؟ طبعا أنا أتحدث الآن أقول لك ما الذي يدور الآن. هناك محاولات من كلا الأطراف، طرف السلطة الشرعية وطرف السلطة الواقعية الانقلابية،
هذين الطرفين يحاولان الآن اختراق محدود للوصول إلى اتفاق لا ينتهي بعمل عسكري. كلا الطرفين متوافقين في هذا الموضوع، ولكن كلا الطرفين لهما استراتيجيات مختلفة تماما. السلطة الشرعية تريد القرارات الدولية لاستعادة سلطة الدولة إليها، ومن ثم تبدأ تطبيق خيارات السلام، وسلطة الانقلابية تريد أن تسلم كل سلطتها الموجودة لسلطة عميقة موجودة داخلها هي، وهي جزء من الانقلاب. وبالتالي أنا أرى أن هناك بون شاسع جدا بين الطرفين. في النهاية أنا أعتقد أن عملية عسكرية محدودة لفرض أمر واقع واردة جدا إذا ما انتهى الأمر إلى ما نسمع الآن. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. ما زال اليمنيون يأملون بوجود أي حلول يعني تنهي هذه الحرب وتساعد الدولة، وأن تكون هناك نهاية عادلة لكل ما يحدث، خاصة قبل شهر رمضان المبارك. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.